قبل ان شاء الله انا برنامج كبيره هدي له راهو ومغايه يوسف يوسف جاع يوسف فنا وحا كوسو دغويني marka ugu horeysa walaalke اسماعيل دار علي اسماعيل دار علي oo noogu furi doona ayada quraan insha allah asan ugu bilaabano ayadeena quraanka insha allah taala بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وحكو سودا وين دونا ولكن حامد أو كلمة قابان كجدين دونا سودا وين تنرحم تنادي لإرادو وقابان قابان اسكالا هيد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله هي آدي يا دمات تنتين الكستوت كتما دين وحن آد هرت مركو غورت كعدر دارنا يا ما تون رفري أما ما تغانا في الدولة يد ما تغانا خلنا قبضة عنه انت يا دبدة آد أركيسين ما تغانا إن أنا النهاد لكرينين وحن آد وقول ما هذا إلنا يا دل يرتا كتما داي مقالوين كآد فوق سيدا مانشستر iyo بريستول iyo dhamaan dhalinyarada ka soo qayb gashay in waxaan nilaanahay ku soo dhawaada magaalada Northampton dhalisheeda waan arkaynaa laakiin waxaan weydiinaynaa qaladaadka ee dhacay inaad naga cafisaan annagu ma taqaanaa manihiin dad dawladda professional manihiin laakiin waxaan sameeynaa intii aan kareynay waxaan ka farxad weynaa maanta 200 oo dhalinyaro oo reer Djibouti ah inay magaalada yimaadaan ay ku ciyaaraan ay ku wada casheeyaan ay ku wada qoslaan intaas aanaka wax walba naga qalisan waxaan aad ugu mahadcelinaynaa walaalaha aad nooga soo caawiyay xaggan ku arkaysaan siiba ma taqaana amud express somaliworld.com oo iyadu ila maalintii u bilaabay competition ka ilaa inka ag joogta oo ma taqaana dhalinyarada reer Djibouti meel walba ay joogaan ay kala socdaan waxaan in ilaahay aad iyo aad baan isku dhaweynayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم ولا عاد بعد ما تنتين انت ماشي نقصوا دويسين ان ارتو وحن ادم هن ان هم حنا قيا قال يرت حق انا سكوت بي ان انت سو عجبتينا هاولين نسكت ما دين ان بعد ما ركتي ان عاد اسو حرقاتين ان كو عيارتين ان بعد سكوت ما دين او ارك في عنا تمشين ارتو تورناك و خو دعيا كانت كاد جوان دل كو هور بان سكو ايمنا وحا سن سمينا marka insha Allah ta Birmingham baan niga siin doonaa faahfaahin aad uga weyn marka aad baad maatan tihiin aan wa salaam aleikum warahmatullahi wabarakatuh wa aleikum warahmatullahi wabarakatuh farta wa salaamatiin gabi inta akhyaarta dibada ka timaday magaalada ku jooga kuwa soo dhaweeyay aad baad maatan tihiin oo tagi bigina horta London si fiican ba ma taa u ciyaartay final la waan imanay nasiibku marka soo wuxuu raacaa club ma taa nasiibku noomadeed mar malaynaya جينا ان شاء الله مالك دنبه انو لندن اي سو قاطه وح ورحمه الله وبركاته هرتم هذا حس كلا الهي بس كلا مركه لباد ما هذا حاله لباد نورهامبتون قبا قبيش نورهامبتون اي كمدين حمود يوسف وفانا يا اسماعيل ان شغال ما قبا انت قال لي لقب دمانت با يا دغخله او بلا بلاكي يدي مقليه أدوم سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سنتين دمان أمضى طليات ريت جبوتية ماشي سكوتي متى دمانتود. وحن كلون ما هذا علينا يا طليات ريت نورهامبتون. لذلك فر بدن أي موجين ما تا يسيده وقرش بدن أي أورجانيزيين. وتا بريستل ما تقوش وراء عدي وحن لا يهيجنا فليسيتاسيون. تورواجين نورهامبتون بريستل باقاتي. taasoo ma tiis ku soo diyaariyay internet prostal iyaguna en sida doksootiin Djibouti wa meeshaan ka nimanay iyagana waxaan ugu talagalay in aanu isbarano dhalinyarada ciyaartoyiga Djibouti ee hore iyo ciyaartoyiga dambe ee ilaa imika ilaahay ba mahad iska la ciyaartoyii hore yaa nala joogay ilaa imika oo ciyaara kubada
سان حسو مبارك إلي بلاكي أو تجاحلي سجنا مركا تتكات سبحان الله تتكي هورية تتكي تنبين أشبرنا سلم نرهام تنيقنا ما توحبين نقصو يركور دينو وحي إلى هذين مقاعدي مقالوين كي تمعين إن أي إنو قوير بدلان سيدي شابيونا جينا شبوت لقع يا راي إن أن مقاعدو ضي رقع دنو كلا سيدي سيدي قاتل في ببريكايو وهو وحثي عن سيئو برتان كونا إن مقاعدة لقع يا رو شابيونا جينا دفكي شبوتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي مهلا سبحانه وتعالى مركلة إن أنكو حسن حقا برامج كيني فوتبول كي إنو دعا يساند كينا اللبجر نو دعا ساد مغلي سين وربحن بدن واحد نقسيي ولكن محمد كلي بعدان واحد يرسي هر مرنا كلي واحد لبيا لعطانك جوان كوبلان سنة هاي مقالة برمجام أنا قوم أنت برمجة مجا عن نلوسي نلقول عن كل عيارني على الصبح أساس ما ركت على سجوج عن كل عيارني مركا ما شاء الله مركا حلا واحد مدة إن المجا عادي دي بنو حد سنين ما أنت ترى ما أنت كويح وكف أنا إن المجا عادي وضن كي ما ركت أي كل عيارين هذين نقطو سيدي هذين نقطو بوركي هذين نقطو أساس هذين قادر بيمكن هذين نقطو إف إم بي أنت دون طبعا نقطو إن لقول عياري أي ما أنت نلوجوج عن يا لدي أي كل شيء يروب تا إن العياريين درار يركب ضن أي كجيران مارك تحمد يا أبو حن كل أبو حن أورن له المارك تمركلة وأدب وقمة سنتين برمجة إن شاء الله مركان سوي من إنه جوان ديميل تخرج إن شاء الله والسلام عليكم والله مهتمين دمانتي هذا شيء مركا حتى وحن جير دون إن شاء الله تعالى سبونسر هذا شرفت له رنتي مركو رسنا قعوي كلن كان سيدادات ان حرادا ايديسون سيدادات ان حرادا ديسبورا فوتبول جوسانغا رونتي ان لن هي جزاكم الله خير وانا بلو رونتي لعقت هي هبا يراتو ان وا اسمو ترو هي يرادان لكن وا بلو فيعن مستقبل كو خرجين دون ان شاء الله تعالى ان لعقهان اسكو ورن حتى انو بدلان ايغو او ميل درنغا ان شاء الله تعالى اسمو ترو هو يون يري وحويان عمود كيدون يري كيدن سدو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مركوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركوات إلهي مهدل سبحانه وتعالى فرصة مهمة إنه هيك اللي سيد ونعكسنا شرف صلاة وقصوة بقشن مركلا واضح وحن مهد قاروسو علينيها قد جديد أن يرتي سواق بقابسة حفلة آت كوقيمة بضن سبورتس كان ونا فضو داي ساي إنا دانير تا آد كمستقبل كا مستقبل كين نكو جرو وح في عان توساي او توسالة في عان وسمي وانا وح آدو مهيمة وحي لايدين كباحنا نويان ومركز سيديدات تورنواغا نيوداعي انت يوكا انا كان وحان شرفنا مركز كوباد انا دي كلاسوا غايب قلناي وان سبونسر كا انا هاي اوفيشال سبونسر او تورنواغا فوتبول كجيب سيانكا وحنا ندين بالله قاعد نادو إلى الله سبحانه وتعالى إن أن يجرب جون دونو عن هذه نقطة دقالة إيو هذه نقطة تسالة إيو بحي في السيلة تيادو بان تيم بينا ندين دبا جون دونو وانا سبونسر جرين دونو تيمان كاقار كميدا وان ام نقن دونو إن سبونسر كا تيمان كا مركان سلي اغنو قار كميدا إنا قاعدة لانوكو waxa kale oo idin sheegaynaa hadda xawaaladda Amood Express iyadoo la soo diray cusub tahay oo in badan ilaano qoon laakiin waxa weeyaan muhiimka ugu weyn ee maanta doonaa la idin sheegno xawaaladan waxa weeyaan ganacsi badan kala nooc ay ku jirtaa oo waddankan iyo waddankiiba ka shaqda laakiin muhiimka waxa weeyaan dadka xawaaladan aasaasay ama iska leh ama hantiilayaashu inay yihiin dad reer Jabuutiya وشركتنا هي شركة جبوسيانا تاهر زينا ملا حق اللي سين وين نوتي وانا في اور سي وان فكاح ولد ان شاء الله تعالى وحوين اذا كنا وحن اذا كان عصرنا ان اذا كنا نقرب ستاكتين وهرو مركا ودن كا ايا حاج كمبا يعني انا نصيف عن وقادنا اذا كنا واحد منكم هذا علينا سيدا في عالد نوصر دويسين
iyo tixgelin sale annaguna waxaad idin ballan qaadaynaa inaan idin garab joogi doono oon sponsorka iyo wixii kale u baahan tihiinba aan idin garab joogi doonaa haduu ilaha yidhaa insha allahu tacaala. Aad iyo aad baad umahadsantahay walaalkeen kayd maxamuud aad buu fiican yahay, aad umahadsan yahay, ilaahayna ka balmariyo balamaha noo qaaday insha allahu tacaala. Allah fududeeyo, Allah fududeeyaan lenahay. Waxaan u yeedhanaa insha allahu tacaala walaalkeen xasan haybe oo runtii haddaan nahay jaaliyadda communityga Northampton iyo jubisaanga ingiriiska iyo adduunka joogaba ninkan odhan karo isku xidhaa, waa linksa isku xidhaa qaaradda iyo halkan runtii activityga uu haya maxaa walaalkeen maxaa dhahdaa jaaliyaddana waa mid maxaa dhahdaa nin kasta oo maxaa omolanaya nin kastana ogyahay. Marka xasan haybe aan usoo dhaweynayaa oo isaguna loo kalaba kooduu yahay insha allahu tacaala oo maxaa dhahdaa u ah somali war ah somali war dot com. Asalaamu calaykum. Horta marka ugu horreysa waxaan salaamayaa martida meel kasta nooga timi. Asalaamu calaykum. Talabaad waxaan salaamayaa guddida qabanqaabinaysa ee magaalada Northampton iyo guddida oo dhan. Anigoo magacayga la yidhi Xasan Haybe oo ka socda somali world dot com oo markastaba marka ugu horreysa horta fikraddii ugu horreysa aan ku bilaabo somali world dot com waxay Jibuuti. Markii aan marketka Jibuuti aan dhex galay aan dadkan maartay inoo wax kasto soo baxa aan soo saaro, marka dambe waxay noqotay inaan meel kasto ay Soomaali joogto inaan wax soo gudbiyo. Markaa horta marka ugu horreysa anuu markasta reer Jibuuti waa dadkayga weeye, markastaba iyaga ugu horreeya inaan kasoo saaro websitekayga. Marka anaa ku faraxsan maanta inaan magaaladeedii laygu yimi, markaas intii awooddeydana inoo waxaan saaray quwadeedan saaray si aan adduunka meel kastaba aan reer Jibuuti u muujiyo. Asalaamu calaykum. Stiplayer Khadar Besiyan. Ninkii ugu ciyaaraha ugu goolka badnaa oo afar gool dhaliyay saxwa Liban ama Scotch. insha allahu tacaala saad wada sugasiin kooxda ku guuleysatay ee winarka ah 2012 edisonka sideedaad oo Bristol baa ku guuleysatay. Waxaana siin doonaa insha allahu tacaala nin akhyaara oo magaalada nala jooga oo odaya oo first guestya waa Xasan Xuseen. Xasan Xuseen soo dhawow. Waxaana insha allahu tacaala ka qaabili doonaa Axmed Xarago oo ninka maxaa oo xarago badan insha allah.